من جانبها عدت القوات الأمنية في كركوك خطة محكمة لتأمين الانتخابات في المحافظة. قائد المقر المتقدم الفريق الركن سعد حرابة أوضح أن الخطط عدت وفقا للتقسيم الانتخابي، أي 3 مناطق لتأمين الناخبين والمرشحين. لإعداد خطة لكل المناطق الموجودة سواء في داخل محافظة كركوك، بعد أن تم تقسيم محافظة كركوك إلى 3 مناطق انتخابية، أيضا وضعنا الحلول اللازمة لهذه المناطق أيضا لمراكز التسجيل وفي المستقبل إلى مراكز الاقتراع، وأيضا نضع إن شاء الله الخطوط الواضحة حتى في عملية تنقل المواد الحرجة وأيضا تنقل الناخبين، وأيضا وضعنا خطة لحماية ليس فقط الناخبين، أيضا حتى لحماية المرشحين في سبيل إيصال معلومات ثم إيصال صوتهم إلى باقي المناطق، وبدون تمييز. أنتم تعرفون إخوان هنا المكونات متساوية إن شاء الله في كركوك بالتعاون مع القوات الأمنية.